بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم من مطبخ أم نريمان راح نشارككم طريقتي كيفاش نوصل لفراك استوعي. كي نستعملوهم هكذا من داك يتحرقوا لنا هكذا في الفرن، راكو تشوفوا لهنا هاد الاحمرار اللي راهو لهنايا في هاد لي كوان، وتانيك هكذايا في الشطوط هكذايا. المهم كي يتحرقوا كاين دي فوا يجيونا صعاب هكذا باش نغسلوهم. كان طلبت مني واحد الاخت هاد التدبيره، قالت لي نغسلهم بالحبكه تاع السر يخرجوا شويه بصح يقعدوا مخبشين. انا اليوم راح نوري لك طريقتي، واللي تعرف طريقه واحده اخرى اسهل من هذه توريها لنا. انا واش نستعمل الخل. الخل لازم يكون اللي مكتوب فيه الكحول، سواء كان ابيض ولا احمر، ما يهمش الخل كيفاش، بصح ماشي هذايا الابيض. كي نقولوا حنايا الخل الابيض، كاين الناس اللي يروحوا لهاد الخل اللي نتبلوا به السلطه، هاي ليك مكتوب فيه بهارات حامض للتتبيل، هذا تاني خل بصح ما يخدمش، ما فيهش الكحول. لازم تقراو اللي فيه الكحول هذاك اللي تستعملوه، كيما يستعمل عده اشياء للتنظيف هذاك هو اللي تخدموا به. وتاني مكون عندي لهنا بيكربونات دو سود، سواء هذا سواء باكيات صغار سواء اللي تشرو بالغرام من عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات، تقدري تشري 5000 تقعد لك ماكسيموم في الدار. واش ديري قبل كل شيء هنا حكمي لي بيراكس تاعك وهما ناشفين، حطي فيهم شويه تاع بيكربونات على حسب الوسخ اللي راهو فيهم. ومن بعد حكمي الخل تاعك وحطي فيه هكذا، ديري غير شويه برك ما تكثريش بزاف، راح يصرى التفاعل معروف هذايا. ومن بعد حكمي اما بيدك ولا بتشليقه ولا، وتدهني كامل الفيراكس تاعك، دخلي مليح فيه هذا الخل والبيكربونات وخليه هكذاك مده 5 دقائق 3 دقائق. هنا بعد ما نقعدهم في هذاك الخليط، انا هنا خليتهم 15 دقيقه خدمت شغلي ومن بعد عاودت وليت ليهم. دوك لهنا كيما قلت لكم بهذه الحبكه اينوكس نبدا نحكي فيهم، هاهي لي بارتي غير هكذا غير بالعقل برك، ما تحتاجش من فرد مجهود. ها شنو هاد الحبكه تعاونك تدخل لهنايا هادو لي بارتي لي محروقين مليح، سبتو هادو تاع اليد باش يخرجوا لك تمتم هكذا. حكمي وحكمي كامل لابارتي لي تلقايها حمرا. كاين هنايا لي بارتي شوية واعرين هنايا لقيتيهم محبوش يخرجولك، ولا عاود رشي شوية برك هكذا تاع البيكربونات، زيدي حط شوية برك تاع الخل وحكي ديراكتومون هايليك تمتم يتنحاولك، خاطرش هاد لي فون شوية واعرين وقعدي غير حكي هكذايا تمتم يخرجولك. هاليك النتيجة الأخيرة صدقوني خرجوا وكأنكم غير كيما شريتوهم، كيما جبتوهم هكذا من الكاراطة كتشوفوا فيهم هاليك. بعد ما غسلتهم انا هنا نخليهم ينشفوا وحدهم بلا ما نزيد لهم حتى حاجه، شوفوا لا بريونس هذيك اللي فيهم يخرجوا روعه. وهاليك هذا اللي كان موسخ بزاف طال منهم، هذا اللي تحرق بزاف، شوفوا لهنايا كامل لي بارتي هذوك اللي كانوا حموره كامل يروحوا هاملك، شوفوا كيفاش يخرجوا ما شاء الله. انا هنا ما حبيتش ننشفهم، واش ندير نخليهم ينشفوا هكذايا على راحتهم، ومن بعد نجوز عليهم برك هكذا ورق المطبخ، نعاود نجوز عليهم شويه بورق المطبخ ونخبيهم. صدقوني نتيجه روعه، خاصه كي تستعملوا ما تستعملوش الحوايج هكذا اللي خبشوهم، كيما هذاك السلك تاع الحديد ديروا تاع اينوكس خدموا به، ولا كاين حبكات واحد اخرين، المهم ما يخبشوهمش برك هذا ما كان. كانت هذه هي الطريقه تاعي، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. ما بقى لي غير نقول لكم خليتكم في امان الله وحفظه، والى فيديو واحد اخر ان شاء الله.